هلا بقليل من القماش تبع الجوخ او قماش اللباد رح تحصلوا على هاي الزهره الحلوه بطريقه كتير مميزه، وخليكم معي لاخر الفيديو. ممكن تعملوا فيها اشكال، او ممكن من هون نحط لها حشوه ونعمل نفتحهم هيك على الداير، كمان بتطلع حلوه. انتو اختاروا شو ما بتحبوا او اكتبوا لي بالتعليقات، انا ممكن اكمل الفكره. اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الاعمال اليدوية. اليوم بدنا نعمل مثل هاي الزهرة الحلوة او النجمة، فيها تصير نجمة فيها تكون زهرة. طريقتها سهلة، ما رح نستعمل فيها اللاصق لانه عم يقولوا السيليكون غالي، وفي كتير ناس ما معهم، يعني مو ما معهم، ما عندهم فرد السيليكون. رح نخيطها كلها بالابرة والخيط، وطريقتها كتير سهلة. شوفوا الخلف تبعها، وهلا رح نبدا مع بعض. واهلا وسهلا فيكم. مثل ما لكم شايفين كانه عنا هون نجمه داخليه ونجمه برا، وزهرتين بزهره واحده. اهلا وسهلا فيكم. رح نبدا هلا مع بعض. اول شيء بدنا نعمل مربع طول ضلعه 10 سنتي. رح نحط هيك 10 وهيك 10، ونرسم المربع، يعني نرسم الأضلاع على ورقة أو كرتونة تكون أفضل. بعدين لحتى نتأكد إنه الزوايا تبعنا مزبوطة رح نطوي الورقة ونقص الزايد من هون ومن هون إذا كان في زايد. كمان رح نرجع نطويها مرة تانية بهذا الاتجاه، وكمان إذا في زيادة رح نقصهم كمان من هون لحتى نتأكد إنه الرسمة اللي عملناها وهي مربع 100%. بعدين رح نجيب هالمربع اللي حطيناه رح نحطه على ورق او قماش الجوخ بهالطريقة، ونرسم بالقلم، نحدد نرسمون على قماش الجوخ او قماش اللبال. وبعدين رح نقوم هلا بالقص تبعهم. احنا بنحتاج بهذا العمل لونين، اي لونين عندكم. هلا انا عندي الاحمر والاخضر، رح قص هلا ثلاث مربعات. طبعا القص بالنسبة لكم لازم يكون سهل. هلا هيك انا بحطهم بحط المربع ورا بعض عشان وفر قص ووفر قماش بهالطريقة. وعم يقولوا لي انه استعمال فرد السيليكون، صارت السيليكون غالية. رح نستعمل هلا، ممكن نستعمل بهي الخياطة سيليكون، او ممكن فرد السيليكون او مسدس السيليكون، او ممكن نستعمل ابرة وخيط. هلا رح قص المربع، وهيك بقص كل المربعات لحتى ما اطول الفيديو. هلا انا رح قصهم وارجع لكم، ولحتى نتاكد كمان انه هذا الشكل مربع بعد ما نقصه. احنا كمان بكل سهوله رح نطوي نشوف اذا في شوي زياده من شي طرف بنقصهم، اذا ما في بيكون تمام القص تبعنا. هلا هون تمام ماشي الحال، يعني رح كمل قصهم وارجع لكم. هلا بنحطهم فوق بعض. بدنا ناخد نص المربع، رح نوصل من الزاوية للزاوية بخط، بهالطريقة. رح نقصه هلا. ونفس الشيء رح نعمل بباقي المربعات. رح ناخد كل مربع على النص تبعه ونقصه بهالطريقة. رح قص هاد وهاد وارجع لكم. هلا رح نبدا نخيطهم. نعمل هيك قياس النص، نطوي هذا الطرف ونطوي الطرف الثاني بهالطريقة، وبنبدا نخيطهم. ممكن نحطوا لهم دبوس، ممكن ما تحطوا. حنخيطهم بهالطريقة.
احنا بنحتاج لخمس قطع، بنخيط الخمسة، بضل عنا واحدة بنستعملها. ممكن كمان اذا حسيتوا في صعوبة عليكم بالخياطة ممكن تعملون هيك مثل يعني غرزة غرزة. المهم نثبت القطع مع بعض. ننتقل للقطعة التانية وبنعملها بنفس الطريقة. هلا اذا طوينا ولقينا في زيادة قبل ما نقصهم نحن بنتأكد انه اذا في زيادة او لا. هلا في شوي نحن رح نقصهم، تنتبهوا لحتى يطلع الشغل المزبوط معكم بالنهاية. ومنكمل بنفس الطريقة. لأن الإبرة كبيرة وقت إجي بدي أعملها هيك عم تاخد مسافة طويلة، عشان هيك عم بضطر أعملهم غرزة غرزة. بس طالما نحن هلا عم نتسلى بأوقات فراغنا مو مشكلة، حتى ما أطول الفيديو رح كمل باقي القطع وأرجع لكم. هلا بعد ما جمعت القطع وخيطتهم بدي أحاول كمان هلا أرجع شدهم أكتر لحتى يضبوا من هذا من هي الدائرة تصغر. لحاول من الخلف لأن شوي ماش اللباد قاسي، حاول بهالطريقة يعني قد ما بقدر انه سكر بهي الدائرة. هلا كل مرحلة بنعمل كام غرزة هيك بنحاول نشد الخيط، وطبعا لازم يكون الخيط متين هيك بهالطريقة شايفين. بنشد من هون اوضح، هلا رح شد انا هيك الخيط شايفين هيك بزمه. بنعمل هون غرزتين فوق بعض عشان اللي زميناه هون ما يرجعوا. هلا هيك كمان رح اقرب هدول هيك شوي بنفس هي الطريقه اللي هلا عملتها. مو شرط تسكر للاخير بس انه ما كمان تكون كبيره دائره النص. شايفين بهالطريقة هيك رح كمل شوي هون وارجع لكم. حاولت سكرها على قد ما بقدر وقصيت هلأ دائرة لحطها بالخلف، وعملت كمان دائرة صغيرة لحطها هون. طبعا هلأ هي بدي خيطها كمان وبعدين منظبط الأوراق تبعها. هلا رح نشوف شو حنعمل. هلا رح ابدا اول شي خيط هي من الخلف. فيكم تلزقوها كمان او فيكم هيك تخيطوها. طبعا نحنا بنحطها مشان ما يبين الخيوط اللي زمينا فيها النجمة او الزهرة. وهيك بيكون منظرها مرتب. هلا اذا بدكم بتخلوا بس من الامام دائرة الخضراء، واذا عندكم ازرار او اي شيء ممكن كمان تحطوه.
رح كمل الباقي. هلا خيطتها وخلصت، هلا لحت هاي هون. بعدين رح نظبط الشغل كله. وارجع لكم. هلا انا اذا عنا زرار ممكن نحط زرار بالطريقة. بحاول خيط الزرار. بشوف اذا بتطلع احلى او لا. شو رأيكم؟ هلا مثل ما لكم ملاحظين في هون شوي زيادة باللون الأحمر، فنحن لازم نقيمهم هدول، ما ضروريات. هون في شوي، هون بدها شوية تظبيط. وهذا شكله. هلا اذا بدنا من هاي الفكرة نعمل مثلا هالطريقة. أو ممكن ومن هون نخيطها، ممكن تتفننوا فيها بأي طريقة. اتمنى تكونوا استفدتوا من هاي الفكرة، وتعملوا لي لايك ومشاركة مع اصحابكم، ودايما تابعوني وما تنسوا العرض الاول وقوائم التشغيل. واهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء.